إلى دبي الآن، أين يعد معرض آرت دبي معرضا من الفن المعاصر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وأصبح مكانا يجتمع فيه الفنانين والمحترفين. أما على الطبعة التاسعة فتحدثنا سارة بلحور. احتضنت دبي أكبر معرض للفنون الحديثة والمعاصرة في الشرق الأوسط بمشاركة العشرات من صالات العرض والفنانين. دبي آرت يعكس النمو المستمر الذي تشهده سوق الفن في المنطقة، كما شاركت فيه 92 صالة عرض من أكثر من 40 بلداً، حيث قدمت سالة ستيلر الأمريكية عملا للفنان الفيتنامي تيفاني تشانغ الذي قدم مجموعة من الصور للدمار في مدينة حمص السورية داخل أطر من الخشب والزجاج. العمل يتضمن صورا من مدينة حمص السورية التي تعكس أماكن لها قصة مع العنف، في حين قدمت عدة صالات فنونا من تركيا وإيران والعالم العربي والصين وغيرها. ومن الأعمال المعروضة خريطة للعالم على خلفية سجادة إيرانية التي رسمها الفنان المغربي محمد الباز، إضافة إلى لوحات بالأبيض والأسود للفنان الباكستاني إياس بوخيو التي تظهر شخصيات شهيرة رسمها من الخلف. علينا أن نفهم أن المعارض الفنية لها أهمية كبيرة، ومعرض آرت دبي هو واحد من أفضل المعارض. معرض آرت دبي فرض نفسه بسرعة كأكبر تجمع للفنون المعاصرة في الشرق الأوسط.